دي لقطات من مران الاهلي اليوم، لكن احنا عايزين نطمن بشكل اكبر على كل كواليس المران وكل استعدادات النادي الاهلي للمباراه الهامه جدا بكره امام فيوتشر. عشان كده خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي من استاد مختار التتش عشان يطمننا بشكل اكبر. يا فاروق اهلا بيك. طبعا كل التحيه للزميل العزيز زمير هشام، كل التحيه ليك يا امير، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. بقالنا كتير يا امير ما طلعناش مع بعض في الترند، لكن ان شاء الله يعني تبقى بدايه خير ان شاء الله للفتره القادمه كمان للنادي الاهلي. انا برضو امير مش عايز ازيد على الكلام اللي انت تطرقت ليه، لان في نقطه في غايه الاهميه في يعني في الكلام اللي انت قلته امير الخاصه بمباراه بيراميدز. يعني كان ليا حديث مع افراد الجهاز الفني للنادي الاهلي، بالفعل يا امير النادي الاهلي لم يطلب تاجيل مباراه بيراميدز، بالعكس الكابتن سيد مستر بيتسو السمادي قال كنا بنتمنى ان احنا نواجه فريق بيراميدز في هذا التوقيت، لم نطلب تاجيل للمباراه. فريق كان يعني كان مقسم يا امير اللقاءين، لقاء فيوتشر ولقاء بيراميدز، ان هم اللقاءين اختم بيهم الدوري بالثمان لقاءات قبل انطلاق طبعا انتهى هذه المرحله. ايضا برضو امير قبل ما اكلمك على مباراه فيوتشر خليني برضو اقول لك من النقاط المهمه جدا ان النادي الاهلي خلاص، يعني النادي الاهلي كل المسؤولين في النادي الاهلي والجهاز الفني والاداري بدا التحضيرات خلاص، اللي يعني انت عارف بقى الامور الرسميه الخاصه بكاس العالم للانديه في ابو ظبي باذن الله. النادي الاهلي بدا التحضيرات الرسميه الخاصه بهذا الامر. اتكلم بقى امير انا موجود معاك بقى لو عايز تتكلم على الاستعدادات الخاصه بمباراه فيوتشر باذن الله. اه طبعا عايزين نطمن من خلالك يا فاروق، انت منورنا النهارده في الترند من فتره كبيره يعني ما كنتش معانا، فعايز اطمن من خلالك انت من الناس اللي بتقول كواليس كتير وبتجتهد بشكل كبير جدا، فقول لي ايه اخر الكواليس عندك بخصوص الاستعدادات وجاهزيه الفريق لمباراه الغد، والفصل كمان ما بين الفوز بالسوبر مباراه كانت صعبه جدا ومهمه، وما بين طبعا مباراه اهم دلوقتي بما انها هي المقبله قدامنا دلوقتي هي مباراه فيوتشر في الدوري. بالفعل يا امير خليني اقول لك بقى ان النادي الاهلي مع العوده من كاس السوبر الافريقي والتتويج بالبطوله كاس السوبر رقم 8 في تاريخ النادي الاهلي، كلنا فرحنا بالانتصار طبعا والفوز بكاس السوبر الافريقي. مستر بيتسو موسيماني كده للاعبين راحه عقب العوده، ثم استأنف المران بالامس، كان يعني ادى ايضا راحه للاعبين الدوليين لمزيد من الراحه. ومن النقاط المهمه يا امير ان يعني معظم اللاعبين الدوليين اللي شاركوا مع المنتخب المصري او منتخب تونس لسه برضه موضوع الاجهاد يا امير باين على اللاعبين، يعني في الوقت اللي بكلمك فيه جلسات استشفائيه بتتم لايمن اشرف لعلي معلول، باين واضح الايجاد طبعا على اللاعبين. لكن مستر بيتسو موسيماني النهارده تقدر تقول اول مره النادي الاهلي عقب العوده يبقى التدريب كامل، يعني في كل اللاعبين يعني باستثناء ايمن اشرف وعلي معلول اللي بيجروا الجلسات الاستشفائيه. مستر بيتسو موسيماني عقد محاضره فنيه مع اللاعبين لمده اكثر من 45 دقيقه، طبعا اتكلم على مباراه الرجاء والايجابيات والسلبيات والف رحنا بالبطوله، لكن طبعا حاله اللي كان فيه يعني توتر شويه عند اللاعبين واستعجال للفوز، قال دي احنا داخلين على معترك افريقي عندنا كاس العالم للانديه، طموحاتنا مش المشاركه في كاس العالم للانديه فقط، لا طموحنا ان شاء الله ان احنا ننافس على البطوله، وده حلمي من احلامي وحلم كبير ليكم كلاعبين لجمهور النادي الاهلي. ثم انطلق المران شق بدني خفيف مع كابيلو مخطط الاحمال، ثم مستر بيتسو موسيماني والوحده التدريبيه الخاصه باللاعبين، انت عارف الوقت قصير جدا يا امير بيشتغل على جمل فنيه وامور بتبقى في اضيق الحدود. مستر بيتسو موسيماني طبعا اشتغل على بيحاول يشتغل على الكرات الثابته، وقال احنا بقى لنا فتره مش قادرين نستغل هذا الامر، فرد لها مساحه يعني طويله جدا النهارده امير الكرات الثابته الركلات الركنيه الامور دي كلها مستر بيتسو موسيماني بيحاول ان هو ينوع ويشتغل في هذا الامر. من الامور المهمه جدا النهارده المران بيشهد لاول مره عوده صلاح محسن من الاصابه، النهارده صلاح محسن بيشارك في المران بصوره كامله، ادى المران بالكامل. مستر بيتسو موسيماني بعض التعليمات اللي بيديها لعناصر الشق الهجومي سواء بيرسيتاو سواء مكسوني محمد مجدي قفشه محمد شريف ايضا حسين الشحات طاهر اللي بمعنويات عاليه جدا طاهر محمد طاهر وكهرباء، تقدر تقول يا امير خلاص لعيبه النادي الاهلي طوت صفحه الكاس السوبر، التركيز على المرحله القادمه مرحله مباراه فيوتشر، عايزين نختم الدوري ان شاء الله بالتحقيق العلامه الكامله 21 نقطه. كان ليا حديث ايضا يا امير مع الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق، طمنت من خلاله على عمرو السليه. عمرو السليه يا امير يعني موضوع اصابه عمرو السليه وتم حقنه بالبلازما امس، وبيتم اجراء اشعاعات بصوره مستمره يعني بالسونار للاطمئنان على عمرو السليه، لكن تقدر تقول يعني المده الزمنيه المقدره لعمرو السليه هتبقى ما بين 3 اسابيع لشهر، تقدر تقول ان هو بنسبه كبيره جدا يبقى عمرو السليه خارج يعني قائمه المنتخب المصري لامم افريقيا. طبعا للاصابه يعني واحد من العناصر اللي بيخسرها المنتخب المصري قبل انطلاق كاس الامم الافريقيه. طمنت من خلاله ايضا على محمود متولي،
يعني محمود متولي يعني تم موجود حاليا في احد المراكز الطبيه في قطر، لا زال بيجري يعني البرنامج التاهيلي للموضوع. طبعا بيشرف على البرنامج التاهيلي يعني طبيب ياباني ودكتور انجليزي، والدكتور احمد ابو عبله يوميا بيتابع كل الامور الخاصه بمحمود متولي اللي ان شاء الله يرجع قريبا ونكون موجود مع فريق النادي الاهلي. يعني من المقرر ان محمود متولي يتواجد في الدوحه او في احد المراكز الطبيه لمده اسبوعين يا امير، عقب الاسبوعين ان شاء الله هيرجع الى القاهره ان شاء الله ويشوف الدكتور احمد ابو عبله طبعا الامور اللي وصل ليها، وان شاء الله يلتحق بتدريبات الفريق ويكون موجود مع الفريق. تقدر تقول برضو امير المعنويات عند اللعيبه خلاص، يعني اللعيبه مركزه ان شاء الله المباراه فيوتشر، المباراه اللي هتقام الساعه 8 على استاد الاهلي والسلام. طبعا اللي يدير المباراه طبعا الحكم محمد الحنفي طبقا لتصريحات الكابتن عصام عبد الفتاح. تقدر تقول ان كل الامور الترتيبات خلاص يعني كل بقى جاهز خلاص المران يعني في اللحظات الاخيره بتاع بكره، والكل يعني مهيئ نفسه وفاصلين تماما يا فاروق مش كده؟ بالظبط يا امير، اللعيبه فصل تام لهذا تمام. الامر عقب يعني المران مستر بيتسو موسيماني هيعلن القائمه باذن الله يا امير. باذن الله فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز المتالق والمميز والمجتهد، مجتهد جدا جدا في الحياه فاروق صلاح، اللي بيميزه دايما ان هو بيجري ورا المعلومه وبيحاول ان هو يجيب كواليس ويتكلم مش كلام بيبقى مكرر في الحقيقه. فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا، مراسل قناه الاهلي كان معانا وقال لنا كل الكواليس في الحقيقه الراجل بخصوص الفريق واستعداداته لمباراه فيوتشر. هروح لفاصل سريع بسرعه ونرجع نكمل اخر الاخبار. يلا